كمان بمناسبة عيد الأضحى تم رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، ده كمان بالإضافة لتكثيف التواجد للفرق الطبية بالمستشفيات في من طبعا أطباء وأطقم التمريض على مدار ال 24 ساعة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة وكمان الحروق. هنعرف تفصيل أكتر عن هذه الاستعدادات من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. دكتور محمد صباح الخير يا فندم. استاذ محمد واستاذ بسنت كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب وخير ومصر كلها بخير يا رب. وتهنئه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبه ومصر كلها كل سنه وانتم طيبين. اللهم امين. عايزين في البدايه طبعا هو قدر الكوادر الطبيه وواجبهم يعني ففتره العيد وفتره الاجازات والكلام ده كله، وطبعا ساعات بيبقى فيه زي ما حضرتك عرضته كده مثلا ازدحام في الحدائق العامه او الاماكن العامه، قد يحدث بعض الحوادث بعض الطوارئ، في ترافيك عالي جدا على الوصول الى الشواطئ والى اماكن الراحه في خلال فتره العيد، فطبعا في نوع من الاستنفار في القطاع الطبي لتقديم خدمات في هذه الفتره. عظيم. طبعا علاوه على الامراض العاديه اللي ممكن تحدث اثناء فتره العيد يعني حضرتك. فسيادتك ده يعني واجب مستمر في هذه المراحل بحيث اي حادثه او اي طوارئ او اي طلب طبي بيجد الاستجابه الفوريه في هذا الوقت. عظيم. طبعا زي ما حضرتك قلت يعني الناس كلها بتبقى في اعياد وفي اجازات وهم في حاله طوارئ بيكونوا موجودين، وده دورهم اللي احنا متعودين منهم على كده. بالظبط. طبيعه التواجد في الاماكن العامه بيكون عامل ازاي؟ طبيعه التواجد في المستشفيات، الخطه اللي وضعتها الدوله لكي تستعد في حاله لا قدر الله حدوث اي طارئ. حضرتك طبعا انت عندك الخدمات الطبيه ممكن تبقى خدمات طبيه عاجله، ودي بتقوم بيها فرق الاسعاف والطوارئ لنقل اي حاله عاجله من اماكن الحدث او اماكن الشكوى الى مراكز طبيه او مستشفيات طبيه تقديم هذه الخدمه. فطبعا يعني الاسعاف بتبقى فيها على الطوارئ، نقل الدم في مستشفيات كلها، كل المستشفيات في مصر على في مختلف المحافظات بيبقى فيها كوادر طبيه جاهزه على مدار ال 24 ساعه. طبعا هي مستشفيات في ناس مثلا بتقعد من 8 ل 2 او من 8 ل 8 ثم من 8 للصبح ثاني يوم بمختلف التخصصات، وفي فرق تانية بتبقى تحت الطلب يعني افرض سيادتك راحة عاجلة دقيقة تم الاحتياج إليها في هذه الفترة، فطبعا بيستدعى الفريق الطبي لتقديم هذه الخدمة. لكن كل المستشفيات فيها اسم طوارئ واسم حوادث بيستقبل الحالات العاجلة على مدار ال 24 ساعة، وده وارد طبعا في كل الوقت وكل الأزمات. المستشفيات مجهزة طبعا بعلاوه على الكوادر الطبيه والتمريضيه والكوادر المساعده زي ما حضرتك قلت، مجهزه في بنوك الدم، في المعامل، في الاشعه، وايضا حجرات العمليات والرعايات المركزه كلها بتبقى في حاله استنفار لتقديم هذه الخدمات، لان طبعا ساعات في هذه الفتره بتبقى بعض الخدمات الطبيه الخاصه او روتينيه بتبقى في حاله اجازات تبادليه، فتقديم هذه الخدمه في المستشفيات او المراكز العامه واستعداد لهذا ده مستمر على مدار الساعه. طيب دكتور محمد، يعني فرق الانتشار السريع اللي بتتكون من تخصصات الطوارئ زي مخ واعصاب، تخدير، رعايه مركزه وغيره وغيره، يعني دورها ايه في تقديم الدعم الطبي لاي مستشفى في حال احتياجه؟ حضرتك نفرض في مستشفى في مكان يعني محتاجة تخصص طبي دقيق وهذا التخصص مش متوفر على مدار الساعة في هذا المكان، لو احتاجت المستشفى هذا التدخل بتروح هذه الفرقة المجهزة بجراح المخ والأعصاب والرعاية المركزة أو القلب إلى هذا المكان عشان تقدم هذه الخدمة الطبية. طبعا المراكز الطبية الكبيرة هذه الخدمة متوفرة، لكن في الأماكن اللي قد تكون هذه الخدمة ليست روتينية أو ليست في متجدولة في هذا المكان، هذه الفرق بتسعى بسرعة لتقديم هذه الخدمة. طيب دكتور، كنا لسه بنتكلم دلوقتي مع زميلنا موجود في القناطر الخيرية بيقول
طبعا تنفيذا لمبادره السيد الرئيس 100 يوم صحه، ففي فرق طبيه موجوده في هذه الاماكن والمتنزهات، عايزين نفهم اكتر عن هذه المبادره واهميتها. شوف سيادتك، هذه جزء من خطط حاليه انا بعتبرها خطط مؤقته لحين استكمال منظومه التامين الصحي الشامل. احنا بنسعى، وسيادتك كلمنا في الموضوع ده استاذ محمد كثيرا، ان شاء الله ان مصر تغطى بالتامين الصحي الشامل. التأمين الصحي الشامل اللي هو دلوقتي تقريبا استكمل في 6 محافظات، في 3 فعلا اتعمل فيهم التأمين الصحي الشامل، وفي 3 في مراحله النهائية أو بنسميها مرحلة تجريبية. إنما في جدول زمني يعني، وهو سيادة الرئيس طلب اقتصاره، بيطبق في محافظات متتالية، بحيث هيجي إن شاء الله في خلال فترة زمنية معينة كل مصر تغطى بالتأمين الصحي الشامل. التأمين الصحي الشامل اللي هي هيئة الرعاية الصحية بتقدمه من الناحية التنفيذية، بيبقى يعني فكرته أو فلسفته إنك في كل حتة معينة، عشان كده في رعاية أولية اللي هي الخدمات الطبية الأساسية اللي هي بنسميها حزمة بالخدمات بيقدمها أطباء الأسرة، ثم الخدمات السنوية، ثم الخدمات الثلاثية. الثلاثية دي اللي هي يعني رفيعة المستوى أو رفيعة الدقة، يعني محتاجة عمليات كبيرة أو تدخلات زي ما كلمنا من شوية، مخ وأعصاب أو قلب أو جراحة أورام أو نقل أعضاء إلى آخره. ودي بتقوم بها المستشفيات الكبيرة التابعة لوزارة الصحة، وأيضا بتقوم بها المستشفيات الجامعية اللي هي موجودة حاليا في كل محافظة من محافظات مصر. ففكرة في التأمين الصحي الشامل يبقى عندك في حدود 5 كيلو في مركز طبي أو وحدة طب أسرة بتقدم الخدمات الأساسية للمواطن، فالمواطن هيجد هذه الخدمة. لحد ما نصل إلى هذا، أنت عندك في التأمين الصحي القديم لسه شغال، المستشفيات كتير قوي بتقدم هذه الخدمات، لكن فكرة أو فلسفة الخدمة الطبية التشخيصية الوقائية واكتشاف المرض المبكر دي فكرة رائعة جدا، ودي بدأت بمبادرة 100 مليون صحة ثم مبادرات أخرى كثيرة، عشان المواطن قد يكون هو مش حاسس بأعراض كثيرة أو حاسس بأعراض بسيطة ومكسل يروح أو عنده مشكلة وقد بيجد صعوبة في الوصول إلى مكان الرعاية الصحية، فأنت بتروح له. ودي فلسفة كويسة جدا الحقيقة، بدأناها من زمان قوي، معرفش حاجة فاكرين ولا لا، لما بدأنا مثلا التأمين التطعيم ضد شلل الأطفال كان بيتم التطعيم في مراكز الصحة وفي الوحدات الصحيه الى اخره. في ناس ما كانتش بتيجي وانت عايز تقضي على مرض، فانت كنت بتروح له اللي هي بنسميها طبق الابواب. تروح له لغايه عنده عشان تخبط على الباب وتطعمه، وهو وقايه له وخدمه للمجتمع. واللي مش قادر يروح لسبب او اخر او جزء منه يمكن عدم اهتمام بسيط، فانت بتروح لغايه عنده. صحيح. فالنهارده الخدمات الطبية للوصول إلى المواطن لتقديم خدمة تشخيصية أو خدمات علاجية محلية في نفس المكان، وإحنا جبنا عربيات كبيرة جدا من ألمانيا، العربية نفسها عيادة وعيادة عربيات متخصصة، يعني أنت تكون مجهزها مثلا أمراض بطنة أو أنف وأذن وحنجرة أو نساء ولادة أو رمد إلى آخره. عظيم. دكتور محمد، لو حضرتك سمحتلي، القافلة الطبية بتروح لمكان الخدمة عشان تقدم الخدمة لهذا المواطن. عظيم. سريعا جدا يا فندم، نصيحتك للناس النهاردة، حضرتك عارف الناس كلها هتاكل النهاردة فتة ولحمة وكبدة وبكميات حضرتك عارف يعني، وكمان هيفطروا بيها كمان يعني، مش هيستنوا حتى للغدا، فحضرتك تنصحهم بإيه؟ كل سنة وهم طيب. أقول شوف سيادتك، النصيحة الطبية المهمة جدا في هذا المجال، لا يعني نوع من الواحد في كل شيء يبقى فيه اعتدال في كل حاجة، سواء في الطعام أو الشراب أو أي شيء، فهو الاعتدال في هذه القصة في منتهى الأهمية، لأنه بيحمي من أي مشاكل صحية. ده أهم حاجة. بشكرك دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، كل الشكر ليك وكل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. إذن يعني المستشفيات المصرية على أهبة الاستعداد، لا قدر الله لو أي حد يحتاج يعني مستعدين، وإن شاء الله ما حدش يحتاج إنه يروح أو يزور أي مستشفيات، وإن شاء الله العيد يقضي على الناس كلها يا رب.